أول تقارير مؤسسة دبي للمستقبل عن الحياة بعد كوفيد-19 كان بعنوان مستقبل أماكن العمل، وبركز على تأثير تجربة العمل من المنزل أو عن بعد اللي عم نعيشها اليوم على المديين القصير والطويل. بيتوقع التقرير أنه أسلوب العمل عن بعد يصير جزء أساسي من ممارسة الأعمال بعد كوفيد-19، وهالشي رح يساعد الشركات لتحسين كفاءة أعمالها وخفض تكاليفها. لكن كل هذا يتطلب تطبيق نماذج السعادة الجديدة في مكان العمل بعد التأكد من إنها مصممة جيداً لإسعاد الموظفين ووقايتهم من مشكلات الصحة العقلية. وبيتوقع التقرير أيضاً أن تتم أتمتة بعض الوظائف بشكل متسارع بعد انتهاء هالأزمة، وهالشي مرتبط بارتفاع مستوى الابتكار وخلق وظائف جديدة بديلة عن الوظائف التقليدية، ما يتطلب من الموظفين تطوير مهاراتهم وتنويعها أو استخدام مهاراتهم الأصلية في وظائف أخرى. وعلى المدى الطويل رح تصير فعاليات وندوات وورش كثيرة رقمية بالاعتماد على تكنولوجيا الواقع الافتراضي والواقع المعزز. وحنتكلم أكثر عن هذا الموضوع مع الأستاذ خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل. يسعد لي صباحك أستاذ خلفان. صباح الخير، يا هلا. مرحبا وسهلا أخ خليل واختصار، سعيد بوجودي معاكم. وإحنا الأسعد. طبعا تعمل المؤسسة اليوم يعني على إعداد مجموعة شاملة من التقارير الاستشرافية والأبحاث والدراسات الخاصة تحت عنوان الحياة بعد كوفيد-19، فيريد تكلمنا أكثر عن إيش هي القطاعات اللي بتشتغلوا أو عملتم عليها حتى اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أكرر شكري وسعادتي بوجودي معاكم، وأشكركم على كل الجهد اللي تقومون به في هذه الفترة والتحدي العالمي الصعب. لا شكر على واجبك. الله يسلمكم، وأيضا أكرر شكري لكل من هم في الصف الأمامي في شتى أنحاء العالم من أطباء وطبيبات ورجال ونساء الأمن، عسى الله يوفقهم إن شاء الله ويجمعنا فيهم دائما على خير. نحن طبعا في مؤسسة دبي للمستقبل، لمن لا يعرف عن المؤسسة، المؤسسة بدأت من تقريباً 4 سنوات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بفكر مؤسسة فكر استشراف وصنع المستقبل. والآن بعد 4 سنوات وبإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد وليعة دبي ورئيس المجلس التنفيذي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، ولله الحمد أصبحت هذه المؤسسة متمأسسة باستراتيجية محكمة فيها تقريبا 5 محاور تركز على استشراف المستقبل، من ضمنها المحور الأول والأساسي اللي تفضلته وتكلمته عنه وهو رصد التقارير المستقبلية، لأن بناء على هذه الديمومة ورصد التقارير المحاور الأخرى في المؤسسة تشتغل. قبل الدخول في المحور الأول اللي هو التقارير اللي تكلمته عنهم، طبعا هذه التقارير عن طريق المحاور المختلفة، المحور الثاني أيضا ينقل هذه المعرفة والتقارير، المحور الثالث في المؤسسة هي الأكاديمية، تدرس أساليب المستقبل وأعمال المستقبل وفكر المستقبل لتجهيز الكوادر المستقبلية، وفي المحور الرابع نركز على خلق بيئة ابتكارية مستقبلية متماشية مع الثورة الصناعية الرابعة، لأن الأمور مثل ما تفضلت وأنا كنت أسمعكم قبل هذا اللقاء تتكلمون عن الوظائف التي تتغير، الفكر الذي سيتغير، فأيضا نركز عليه في المحور الرابع. ومحورنا الخامس في المؤسسة هو بداية قصة المؤسسة، وهي متحف المستقبل إن شاء الله تشوفونه على شارع الشيخ زايد، يبنى الآن وقريب إن شاء الله يكون الافتتاح. هذا المتحف يترجم رؤية القيادة أيضا بعرض أفكار مستقبلية مستمرة بإذن الله. فهذه قصة المؤسسة. نرجع لنقطتكم الأولى هي التقارير. طبعا أيضا بسماعي لكم في البداية العمل سيتغير، وإن شاء الله أفكاركم بالعمل في الكافيه أو في الجزر إن شاء الله اختصارا سمعناها، هذه كانت منياتكم، هذه أثبتت أن ممكن تكون فيها إنتاجية عالية. والتقرير يثبت أيضا بأن الآن المعدل العالمي تقريبا 60% من العالم عن طريق الشركات الخاصة يعملون عن بعد بمعدل 2 في الأسبوع، مما يعني بأن العمل عن بعد نتكلم ليس بوليد اليوم، والعمل عن بعد فكر يتطور. ما حدث الآن في هذه الفترة
فقط مسألة تسريع عملية التوائم مع هذه الفكرة، وتقريبا الكل الآن شبه مجبر الدخول في هذا المشوار سواء كان القطاع الحكومي أو الخاص. يمكن هذه النقطة اللي احنا نبغى نركز عليها اليوم أستاذ خليفة. يمكن الناس دحين صارت مرتبطة أنه أو بتربط العمل عن بعد أو الدراسة عن بعد بالعزل باللوكداون بالحظر، كل هذه المسميات اللي احنا خايفين منها وعايشينها الآن في هذه الظروف الصعبة، لكن في المستقبل كيف حيكون التعليم عن بعد أو الدراسة عن بعد؟ كيف حيكون اللايف ستايل، يعني كيف حيكون سهولته؟ صحيح. إن شاء الله بالتطور بالتقنيات وبالابتكارات والاختراعات اللي رواد الأعمال يأتون فيها بشكل مستمر تماشيا مع الثورة الصناعية الرابعة بوجود الذكاء الاصطناعي وبوجود الأتمتة وسرعة الإنترنت، الأمر أصبح أسهل مثل لقائنا اليوم. هذا الأمر كان صعب في السابق، الآن صار سهل. فأثبت الآن من التجارب بأن عملية الإنتاجية في العمل ممكن تكون أيضا، لأن المقاطعات تكون أقل إذا استطاع الواحد أن يحصل على مثلا مكان خالي في البيت بدون أي مقاطعات، ممكن يكون أيضا في سرعة إنتاجية أكبر عن طريق العمل من المنزل. ولكن مثل ما تفضلتي الآن الوضع يحكم علينا لأنه مربوط بأمر صحي، ففي حجر صحي في المسألة، لذلك الأمر يكون أصعب. لكن النتائج والأرقام تثبت بأن هذا الأمر، ونحن أيضا في مؤسسة دبي المستقبل دائما نختبر الأمور الجديدة، فمتأملين بأن بإذن الله بعد هذه الأزمة ستستمر مسألة اختبار عملية العمل عن بعد وسيكون لها إنتاجية عالية. طيب. أستاذ خلفان، يعني معروف أن الإمارات يعني بلد السعادة ومن أوائل الدول اللي حطت وزارة للسعادة، وأنتم أكيد تهتمون بسعادة الموظفين. التقرير خاصة شدد على أهمية أن الشركات تهتم بسعادة الموظفين، لو تكلمنا عن هذه النقطة تحديدا. صحيح، طبعا والله الحمد مثل ما تفضلت في دعم للسعادة وأيضا دعم للإنتاجية ودعم لاختبار الأمور الجديدة، وهذه كلها تصب في مصلحة العمل عن بعد. دور الموارد البشرية دور كبير جدا في هذه المسألة، لابد متابعة الموظفين وقياس مدى سعادتهم ومدى إنتاجيتهم. فمسؤولية الموارد البشرية والأقسام هذه في الجهات الحكومية والخاصة ستركز على هذا الموضوع بشكل كبير، لأن وجود الموظفين حولهم في المؤسسة أو في الشركات عملية القياس تختلف عن وجودهم عن بعد. فجزء من تغير الفكر في المؤسسة سيركز على عملية الإنتاجية والسعادة، وهذا هذا هذا موضوع الجهات والموارد البشرية المتخصصة في كل الجهات الخاصة والحكومية ستركز على هذا الأمر بشكل كبير جدا. أستاذ خليفة شكرا لك، يعطيك ألف عافية، وشكرا لكم لكل اللي بيشتغلوا في هذه المؤسسة أستاذ خلفان، لأنه يمكن قلنا قبل شوية في ناس تأخذ الأزمة كفرصة، وأنتوا هذا اللي سويتوا، يعني تكلمتوا عن المستقبل وتطوير العمل في بعد هذه الأزمة إن شاء الله. صحيح.